جري ايه يا عبد الله؟ انت عارف اني ما بشربش. ما هو محدش معانا. ما انا عارف الويسكي عشان نتكلم في حكايه محصول الفول. دول كلهم 10 قرادين. حتى لو كانوا زي ما بيقولوا 35 أرداب أو كله بيروح للناس. اللي بتاخده الحكومة بيروح للناس، واللي ما بيوصلش الحكومة بيروح برضه للناس. ما احنا مع بعض يا عباس بيه، في الحكومة وفي غير الحكومة. الحكاية دي فيها قرشين كويسين يا عبدالله. وأنت برضه صاحب الأمر. مال فين فاطمة؟ موجودة بس. ما بلاش بس دي يا عبد الله. أصلها بتحب تنام شوية بعد الظهر. يا راجل، ده احنا هنبقى أكتر من أصحاب. يا سالم. نعم يا بابا. مش أختك فاطمة نامت يا ولا؟ لا يا بابا، قاعدة جوه بتقرا. متأكد يا ولا؟ ما يمكن تكون نامت. يا أخي بيقول لك ما نامتش. طب انده لها. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا. عباس بيه مصمم انه يشوفك. انا عايز اشتكي لك يا فاطمه. اشتكي لك من بابا. تصوري عايز يشربني ويسكي غصب وانا مش قادر اقول له لا. عايزك انت اللي تقولي له لا. وحياه النبي انا مستغربه من الكلام ده كله. ده أنا عمري ما شفت بابا بيشرب. يمكن فاهم غلط بقى إن أنت اللي عايز تشرب. أنا طول عمري ضحية الغلط. غلط الناس في الحكم عليا. خلاص يا سيدي، محدش هيغلط في التاني. لا أنت تغلط في بابا ولا بابا يغلط فيك. عن إذنك. كنا بنقول إيه؟ هنتكلم عن فاطمة ولا عن الفول؟ أنا بقول نخلص حكاية الفول الأول. ما أظنش يا محمد، عباس مش زي الناس ما بتقول عنه. أنت بقى تعرفيه أكتر من الناس. كل واحد ناجح الناس ما بترحموش. دي البلد من يوم ما جه وهي مليانة حركة، وطبعا مع الحركة بيكتر الكلام. ده بيقولوا عليه إنه حاجة مهمة قوي في مصر، ويمكن يبقى وزير. كل ده ما يهمنيش. اللي بيعمله عباس هيعمله أي واحد هيقعد مكانه. يعني إذا كان عباس غلطان يبقى مش كفاية إننا نشتم في عباس، لازم نشوف مين اللي سايبه يغلط. بس أنا شايفة إنه مش غلطان. أنت بتدافعي عنه كده ليه؟ أصله طلبني. طلبك؟ ايوه، طلبني من بابا. وانت رايك ايه؟ بابا طبعا موافق، دول اصحاب قوي. بس انا لسه مش عارفه، ايه رايك انت؟ انا ماليش راي. انت بنت عمي وهتفضلي طول عمرك بنت عمي، واكتر من كده انت يا فاطمة حتة مني وهتفضلي طول عمرك حتة مني. ده مش ممكن يتأثر بأي قرار تاخديه. انت عارف يا محمد ان بابا مش ممكن يوافق على جوازنا. انت في نظره ما تعرفش حاجة غير انك تقرأ كتب وبس. ومن ناحية تانية مش قادرة اقول لأ على عباس. اللي عايز يتجوز مش ضروري يكون بيحب، ويمكن واحد ما يتجوزش واحدة وهو بيحبها أكتر من اللي اتجوزها. زي اللي يبقى وزير، مش ضروري اللي بقى وزير يكون بيحب بلده أكتر من اللي عمره ما هيبقى وزير. على كل حال هو بيلمح لبابا بس. أنا نازل بكرة مصر، الجامعة هتبتدي، ولما يبطل تلميح ابقي بلغيني عشان أجي. اتفضل هاتي يا عيسى.
بغاش يا عباس بيه، من ايد فاطمه هي اللي عاملاه. حرم عليك يا نينا، ده انا عمري ما عملت بغاش. نينا تقصد ان نفسك فيها يا فاطمه. اتفضل. تعرف انا اللي معذبني ايه؟ البيت اللي ساكن فيه لوحدي، مفيش فيه حاجه على بعضها، ولا بتوضب فيه. نفسي في يوم تخليني في مكتبي وتروح البيت تخليه بيت. ده انت ما بتبطلش طلبات. ما انا هحاسب لك البيت تعملي فيه اللي انت عايزاه، يعني هسيبه الحكم الشعب وانت الشعب، كل الشعب اللي انا خدامه. حاضر، الشعب هيسمع كلامك. يا سلام، البيت بقى جنة. جنة ايه؟ واحنا لسه عملنا حاجة. جنة عشان انت فيه. بس انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت انك مش هتيجي؟ ما قدرتش اتصور ان انا وانت ممكن نكون في بيت واحد وافضل بعيد. وبعدين افتكرت ان بيتنا احنا الاتنين هنا في نفس المكان ده. أنا بفكر فيك كتير يا فاطمة. ما بفكرش في إنك حلوة وعجباني، إنما بفكر في إني مقتنع بيكي، مقتنع إننا نقدر نبني سوا. أنا قدامي لسه بنا كتير لازم أكمله. بعد شوية هسيب البلد وأعيش في مصر. حاجات كتير أوي مستنياني في مصر. أحتاج لواحدة تقف جنبي وأكون مقتنع بيها. مقتنع بطبيعتها وذكائها وحبها. وبعدين بقى مش وقت الكلام ده. لا وقته. في كمان سؤال تعبني من زمان. محمد. مش قادر أعرف إيه اللي بينك وبينه لحد دلوقتي. محمد. محمد ابن عمي ومتربيين سوا. ابن عمي واخويا وصديقي. يعني ايه صديقك؟ يعني بطمن له، يعني وانا قاعده معاه بلاقي نفسي. مش فاهم. اللي عايز تفهمه مش موجود، ما حصلش. يعني عمره ما لمسك؟ عمره. ما حدش منا احنا الاتنين محتاج يلمس التاني. بس سمعت انكم هتتجوزوا. كلام. اللي بينا حاجة تانية ملهاش دعوة بالجواز. يعني مفيش بينكوا تنظيم؟ قصدي مش متفقين على حاجة؟ متفقين على انه ابن عمي واخويا وصديقي. انت يا فاطمة حتة مني، وهتفضلي طول عمرك حتة مني. عن اذنك، ده بيتك عاوز له جمعة على بال ما يتوضى. من فضلك خليني احصل البنات. يا فضحتي. اذا كان محمد مش محتاج يلمسك انا عايز. طب المس ايدي وخليني اروح. Thank you.
عزوز ومالك بتتخانق مع الباب كده زي ما تكون ناوي تكسره؟ نفسي اكسر كل باب في مصر. خير، ايه اللي حصل؟ تعال. لا انا مش ناقص خانقه، تعال نتكلم في الهوا احسن. يا ايه ده يا شيخ؟ اعوذ بالله. وازاي حال البلد؟ زفت، كل حاجه في البلد بقت زفت. واهل البلد عاملين ايه؟ خرسوا، ما بقاش في حد قادر يتكلم ولا عايز يتكلم. ما حدش بيتكلم يعني ما حدش بيفكر، كل واحد ممنوع من الكلام يبقى ممنوع من التفكير. وعمي عامل ايه؟ عمك زي ما هو وزي ما البلد كلها عارفاه. العشرين فدان بتوعه بيطلع منهم اكتر ما بيطلع من 100 فدان. والبركه في عباس بيه. برضو عباس بيه. عباس دخل كل بيت في البلد يا محمد. وفاطمه؟ فاطمه اخبارها ايه؟ عباس دخل بيت عمك يا محمد. قصدك ايه؟ الكلام كتير. البلد كانت فاكره إن عباس اتقدم لفاطمة وكانوا بيشوفوهم رايحين جايين مع بعض، إنما من أسبوع كده ابتدى الكلام يتغير. يعني إيه اتغير؟ عباس في كل حتة بقى يجيب سيرة فاطمة ويقول إنها هتتجوز ابن عمها. يعني أنت؟ أنا مش مستني أمر عباس عشان أتجوز فاطمة. أبوها هو اللي مستني أمر عباس. اللي بينقال في البلد إن عباس عايز ينفي إشاعة جوازه من فاطمة فيلزقها فيك.